بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الباك كونفرتر. اول حاجه هنتكلم فيها عن الباك كونفرتر هي وظيفه الباك كونفرتر. اول وظيفه عندنا هي الستيب داون للفولت، او بمعنى تاني ان انا احول مستوى الفولت عندي في الانبوت من مستوى اعلى الى مستوى اقل، نفس بالظبط اللي بيعمله الترانسفورمر، على اختلاف ان الترانسفورمر عندي بيتعامل مع فولت اي سي، لكن الباك كونفرتر بيتعامل مع فولت دي سي زي ما احنا شايفين. تاني حاجه او تاني وظيفه للباك كونفرتر هي الستيبل اوتبوت فولتج، بمعنى لو عندي موتور والموتور ده هو الحمل الخاص بالباك كونفرتر. الموتور ده لو مثلا بيسحب 3 امبير كريتنج كارنت، او المستوى الطبيعي لتشغيل الموتور بيسحب 3 امبير، لو حصل لود على الموتور الموتور بيسحب وليكن 5 امبير، وبالتالي عندي اللود حصل له تغير في الحالة بتاعته، وبالتالي لازم احافظ على الاوتبوت فولتج ان هو يكون ثابت على اللود مهما كان التغير في اللود. دي تاني وظيفة للباك كونفرتر. تالت وظيفة وهي كواليتي فاكتور، او معامل جودة الباك كونفرتر، او العامل بيعتبر معامل كفاءة للباك كونفرتر هي الافيشنسي، او كفاءة استخدامي للقدرة الكهربائية، واللي بتقاس بالبي اوتبوت او القدرة الكهربائية او الباور الخاصة بالاوتبوت على الباور الخاصة بالاوتبوت زائد الباور لوسز اللي موجودة عندي في الدايرة. تاني حاجة في الكواليتي فاكتور هي مستوى الريبل اللي موجود في الاوتبوت فولتج، او الفولت اللي موجود عندي على الخارج. لازم يكون الاوتبوت فولتج بيحتوي على نسبة ريبل قليلة جدا عشان ما يسببش ضرر للود عندي. دي كانت أول حاجة في الباك كونفرتر وهي الوظيفة الخاصة بالباك كونفرتر. تاني حاجة هنتكلم عليها احنا ليه ما استخدمناش الدوائر البسيطة اللي قدامنا دي عشان نعمل ستيب داون للفولت، أو نحول مستوى الفولت لمستوى أعلى لمستوى أقل. أول دايرة هي الفولتج ديفايدر اللي احنا عارفينها كلنا، بتتكون من مقاومتين متوصلين على التوالي، والفولت عندي على الخارج باخده من المقاومة التانية أو المقاومة الأولى مش هتفرق. والـ V output عندي في الدائرة دي بيساوي الـ V input أو فولت الدخل في المقاومة اللي عندي اللي باخد عليها الجهد وهي R1 على مجموع المقاومتين. أولا هنا الفولت عندي في الخارج بيعتمد اعتمادا كليا على الفولت اللي موجود عندي في الانبوت. اي تغير في الفولت اللي عندي في الانبوت هيسبب تغير في الفولت عندي في الاوتبوت، ده معناه ان الفي اوتبوت مش مستقر، وبالتالي اي تغير في الانبوت هيسبب تغير في الاوتبوت وهيسبب ضرر عندي لو كان اللود حساس لتغير الفولت. تاني دايرة هي الدايرة اللي اتكلمنا عنها في الفترة اللي فاتت، وهي ان انا اتحكم في الموتور، كان بدل اللود عندنا كان في موتور، واقدر اتحكم في سرعة الموتور عن طريق الـ PWM Control Circuit، وبالتالي الفولت عندي والتيار كان بيتغيروا في صورة بلصات، ولكن البلصات دي كان الويتس بتاعها بيتغير زي ما احنا شايفين، وليكن دي إشارة الفولت اللي موجود عندي في الأوتبوت. لو جينا بصينا على التيار الخاص بالموتور اللي احنا كنا بنتكلم عليه بدل اللود، ليه الدائرة دي كانت مناسبة للموتور ومش مناسبة للتطبيق بتاعنا أو التطبيقات التانية؟ إن أنا يبقى عندي
باك كونفرتر باستخدام الدائرة البسيطة دي. ليه بنعمل دائرة معقدة فيها كويل وفيها دايود وبقى فيها مكثف وبيبقى فيها موسفت وبيبقى فيها كنترول سيركت للموسفت؟ ليه بنعمل التعقيد ده كله عندنا دائرة بسيطة زي دي؟ لأن في مشكلة خطيرة في الدائرة دي. الدائرة دي لو ما عنديش في اللود heavily inductive load أو موتور بمعنى أصح، التيار اللي هيجي عندي في اللود هيكون مشابه لتيار أو لإشارة الفولت، وبالتالي هيكون بلسات برضو ولكن بمستوى هيقل بسبب قيمة المقاومة أو الإمبيدنس في اللود، وبالتالي التيار بيتغير بشكل مفاجئ وممكن يسبب لي ضرر في اللود. لكن ليه في الموتور كانت الدائرة دي مناسبة؟ في الموتور عشان هو heavily inductive load التيار عندي بيكون تقريبا constant أو ثابت، وده بسبب خاصية الاندكتنس الكبيرة اللي موجودة في الموتور. لكن مش كل دايرة عندي أو مش كل حمل هيكون فيه الاندكتنس عالية واللي هيسبب إن التيار اللي هياخده الحمل constant، وبالتالي لو ما كانش عندي heavily inductive load في اللود هيكون عندي مشكلة. دي كانت تاني حاجة بنتكلم فيها احنا ليه بنستخدمش الدوائر البسيطة اللي قدامنا عشان نعمل step down الفولت او نحول الفولت من مستوى اعلى لمستوى اقل. بعد كده هنتكلم على مكونات دايرة الباك كونفرتر. اول مكون من مكونات الباك كونفرتر هو سويتش عندي. السويتش هنا مش موجود طرف من طرفيه متصل بالارضي، عشان لما نيجي نستخدم الموسفت هل هنستخدم N channel MOSFET ولا هنستخدم P channel MOSFET؟ في ال N channel MOSFET كنا دايما بنشوف ان السورس متصل بالارضي، لكن في ال P channel مش لازم السورس او الدرين يتصل بالارضي زي ما شوفنا في دوائر ال P channel، وبالتالي السويتش عندي هنستخدمه B channel MOSFET. دي كانت أول ملاحظات عندنا على الدايرة. تاني ملاحظة الدايود اللي موجود عندي. لما نيجي نستخدم الباك كونفرتر احنا بنتعامل مع ترددات عالية، لأن التردد عالي بيفرق معايا إن أنا أخلي التيار الموجود عندي أو اللي بيسحبه اللود يكون تقريبا كونستنت، لأن زي ما اتكلمنا قبل كده كنا دايما عشان نخلي التيار كونستنت في اوتبوت سيركت او في خارج دايره بتعتمد على السويتشنج، كنا بنتكلم على عاملين مهمين. اما يكون التردد عندي عالي او يكون عندي ال L او قيمة الاندكتنس عالية، لان زي ما احنا اتكلمنا في الموتور بيتميز بال heavily inductive load او الاندكتنس بتاعته عالية، وبالتالي التيار اللي عندي بيكون تقريبا constant وبقلل الريبل عن طريق النقطة دي. اما ان اخلي عندي اللود heavily inductive او اني ازود الفريكوانسي، بالتالي التيار هيبقى عندي في اللود كونستنت. دي كانت تاني ملاحظة، ان الفريكوانسي اللي اشتغل عندي بيه هو فريكوانسي عالي، وبالتالي مش هينفع استخدم دايود جنرال بيربوس دايود او الدايود اللي احنا بنستخدمه في دوائر الريكتفاير. بنستخدم عندي شوتكي دايود. دي تاني نقطة هنتكلم عليها او تاني ملاحظة شفناها في الدائرة بتاعتنا. أول ملاحظة كانت السويتش هنستخدمه بي تشانل موسفت. تاني ملاحظة عشان أنا بستخدم تردد عالي في السيركت اللي قدامي هستخدم شوتكي دايود، لأن الجنرال بيربوس دايود أو الريكتفاير دايود
مش هيتحمل التردد العالي ده وهيوصل في الاتجاه المعاكس. دي كانت تاني ملاحظة. تالت ملاحظة، التيار اللي هيمر في الحمل زي ما احنا شايفين بيمر برضو في اللود او في الاندكتنس او الملف عندي، وبالتالي لازم يكون تيار الاندكتنس او الكويل يقدر الكويل عندي يتحمله، او بمعنى تاني تيار الاوتبوت لازم يتحمله الكويل اللي عندي. وبالتالي لما اجي استخدم ملف لازم يكون الريتنج بتاع التيار مناسب للتيار اللي عندي في الخارج. دي كانت تالت ملاحظة، ان التيار الخاص بالاندكتور لازم يكون نفس التيار الموجود عندي او اللي بيسحبه اللود. دي كانت تالت ملاحظة. رابع ملاحظة، المكثف. المكثف عندي متوصل على التوازي مع اللود. طيب هو ليه متوصل المكثف هنا اصلا؟ المكثف يعني وظيفته هنا ان انا بقلل الريبل في اللود، زي ما اتكلمنا في معامل الكفاءة في الباك كونفرتر بيعتمد على حاجتين، اما الافشنسي او استخدامي للقدرة الكهربية، او الفولت، الفولتج ريبل او الريبل اللي موجودة في الفولت. عشان اقلل الريبل دي لازم يكون عندي المكثف قيمته تقدر تغطي ان انا اتخلص من الريبل دي، وبالتالي عندي الفولت اللي موجود في الخارج يكون الريبل في الفولت بتاعته قليلة. دي كانت تالت ملاحظة او رابع ملاحظة، ان قيمة المكثف لازم تغطي عندي او تقضي على الفولتج ريبل ان صح التعبير. دي كانت الملاحظات قبل ما نتكلم في ازاي الدائرة بتاعت الباك كونفرتر بتشتغل. ده كان اول جزء عن الباك كونفرتر. ان شاء الله في الحلقة الجاية هنتكلم على ازاي دائرة الباك كونفرتر بتشتغل نظريا، وان شاء الله هنتكلم على تنفيذها عمليا. اشوفكم على خير، ولو عندك اي استفسار او تساؤل حوالين اللي احنا اتكلمنا فيه ياريت تسيبه في التعليقات. مع السلامة.